تسوي الثعابين؟ تهاجم ولا تدخل بيت وتطلع؟ اذا شفتوا الثعابين، اذا شفتوا الثعابين تدور على البيت هذا تعطيل، عندكم تعطيل. اذا شفتوا الثعابين برا البيت هذا تعطيل للبيت كله، لاهل البيت كلهم. اذا شفتوا الثعابين تدور على واحد منكم الحالف هذا تعطيل للشخص نفسه. اذا شفتوها تدور في صاله او في مكان معناته تاذي مجموعه من البيت. اذا كانت في غرفه النوم هذه تاذي الزوجه والزوج، حسب حال الثعبان وين ما كان هذا مكان اذاه. تمام. اذا عندك تعطيل وجاكم اكثر من خاطب، احيانا يوصل واحيانا يجيكم خبر ان في خاطب بيجي وبعدين لا ما يتم شيء اصلا. نعم والله. الثعاب اللي في المجلس تمنع دخول الخطاب، تمنع دخول الرجال الى هذا المكان عشان ما يخطبون. فاذا وصلوا تلقينهم كانهم داخلين مقبره، ما هم داخلين بيت يخطبون فيه، وحده سنافيه ومن بيت تمام التمام، لا على طول يطلعون وبعدين يرجعون، او انت ترفضين بدون سبب. اي والله صدقت يا شيخ. استعيني بالله سبحانه وتعالى، اقرأي سوره البقره، آل عمران، الانفال، ركزي لي على سوره الانفال. تفك بمشيئه الله سبحانه وتعالى، بقدره الله ساعدكم على التعطيل، تذهب التعطيل باذن المولى سبحانه وتعالى. ان شاء الله. انت شيء اقرأي سوره البقره يوم، بعدين خلاص تصير تقرينها لو حبيتي في الشهر مره، في الاسبوع مره، ما يخالف، لكن اقرأي سوره الانفال، ركزي لي عليها. ركزي لي على الفاتحه والزلزله، ركزي على الفاتحه والزلزله. الدوره متلخبطه تقولين؟ اختاري مثلا الوقت اللي انت تعرفينها بتنزل فيه الدوره، وقبلها بيوم او يومين تبدين تقرأين سوره الزلزله. عليكم السلام، حياتي يا فيافي. تبدين تقرأين سوره الزلزله، سوره الزلزله تخرج الدوره بمشيئه الله سبحانه وتعالى وتساعد على خروجها. ان شاء الله.